لا تكاد المعارك تهدأ في الجوف. على وقع أنباء سارة عن معارك الساعات الأخيرة بشأن تحرير مواقع جديدة في مديرية خب والشعف، يستحث محافظ محافظة الجوف أمين العكيمي المقاتلين في هذه الجبهة على مواصلة القتال والمضي قدما في معركة التحرير إلى نهايتها. مهمتكم الجبل اللي أمامكم احتلاله، لكن بحذر من الألغام. سبعة مواقع مهمة تم تحريرها في مديرية خب والشعف في طريق تقدم الجيش لتأمين الخط الدولي الذي يصل محافظة الجوف بمحافظة صعدة المجاورة، حيث تواصل قوات الجيش والمقاومة في مديرية البقع التقدم نحو تحرير المحافظة. بشائر تأتينا من كل الجبهات ومن كل الميادين، واليوم نحن هنا في أرض الجوف، وغدا سنكون في صعدة وفي صنعاء بإذن الله عز وجل. لن نتأخر عن أحلام الشعب وعن طموحات الشعب. المواقع التي تم تحريرها هي كتنة ووادي الغمير ومنطقة الضيعة وجبل الكحيل وموقع القرشة ومواقع سنبلة وجبال المجرب المطلة على سوق الثلوث. تستعد هذه الوحدات للالتحاق بالمعركة التي تدور رحاها في خب والشعف بعد طول انتظار على هذه الجبهة. طيران التحالف العربي قدم إسنادا مهما للجيش الوطني والمقاومة، وساهم في تدمير مواقع الميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في البشر والعتاد التي وقع جزء منها في أيدي مقاتلي الجيش والمقاومة. العمليات العسكرية في محافظة الجوف مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة، والهدف هو تحرير كامل المديريات التابعة للمحافظة.